مشروعنا ما هو مشروع فقط علاجي، يعني أنا لما أعطي مريض لسعة نحلة أو مجموعة من اللسعات أنا عم أوصف له عسل، عم أوصف له غبار طلع، عم أوصف له عكبر، فهي منظومة متكاملة. هل هي هالكلفة البسيطة اليوم مثل ما قلتي جاي بهمة؟ نقول نعم، لأنه فائدة المريض هي المقدمة لدينا، ثم الحالة المادية اللي هي الكفاف مثل ما بنقول، أو أنه يضل عايش. اليوم إذا رفعت كلفة الجلسة أولا ستخسري عدد كبير من الأشخاص اللي ممكن ينتفعوا من هذا الأمر.